مساء الخير على جميع الطلبة والطالبات طلبة الطلبات الشهادة الإعدادية، معكم مستر محمد من قناة ستادي ويز مستر محمد. مكملين مع بعض براكتس تيست 1B. It's my first visit to Egypt، أول زيارة ليا في مصر. My friends advised me to go to Alexandria، أصحابي نصحوني أروح اسكندرية. It's summer، الدنيا صيف. However it's not very hot there، so many tourists go at this time، عشان كده معظم السياح بيروح هناك. I'm staying in a hotel، انا بنقعد في فندق. In Alexandria now it's a Friday، النهاردة يوم الجمعة. So there is a little traffic in the streets، في مرور قليل في الشوارع. The hotel is near the sea، الفندق قريب من البحر. And I can hear the boats، وأقدر أشوف المراكب. The hotel is also near the tourist information center، but it's closed today، ولكنه مغلق اليوم. Tomorrow I will ask about، بكرة هنسأل عن what I should see، ماذا يجب أن أرى. In the city، في المدينة. The guidebook says، بيقول that I should visit Fort Kite Bay، قلعة Kite Bay. The stones in the fort are from the famous lighthouse. Lighthouse يعني المنارة. They were used after the lighthouse collapsed. Collapsed يعني انهارت. In an earthquake، يعني في زلزال. In 13-3. Best wishes Andy. السؤال الأول. Why do you many tourists، لماذا كثير من السياح go to Alexandria، بيروحوا اسكندرية فصل الصيف؟ الإجابة because it's not very hot، الدنيا مش حر. Question number 2. Who do you think Andy is writing this email to and why؟ من تعتقد أن Andy بتكتب هذا الإيميل ولماذا؟ I think he is writing it to his grandparents، لأجداده، to tell them about his holiday عن إيه؟ عن أجازته. Which place، أنهي مكان، does the guidebook advise Andy to visit؟ الإجابة هتبقى قلعة قايد باي، فورت قايد باي. The word collapsed اللي ترجمتها لحضراتكم هنا معناها انهار، معناها هنا فيل يعني وقع. كلمة ايد بتعود على مين؟ لو قرينا فوق هنلاقيها بتعود على تورست انفورميشن. ايه يا جماعة؟ تورست انفورميشن سنتر. كملين مع بعض بقية الامتحان ونشوف عندنا ايه تاني. الريدر قصة بلاك بيوتي، هنوصل للرقم 1 بلاك بيوتي، هنوصلها ب بي زي ما انتم شايفين في الاجابه كده. بلاك بيوتي ببي. The horse had one white foot. 2 بلاك بيوتي's mother، الام، هنوصلها بايه؟ She said never bite or kick even when you are just playing a game. 3 سكوير جوردن، هنوصلها بايه؟ Farmer Gray sold black beauty to this person، باع بلاك بيوتي لهذا الشخص. 4 هنوصلها بدي، سكوير جوردنز وايف، شي نيمد ذا هورس بلاك بيوتي. بعد كده الاسئله المباشره. هو هيلبت بلاك بيوتي تو ليرن تو بول ا كاريج، مين اللي ساعده؟ هيز ماذر. واي دي جينجر، لماذا الحصان اللي هو جينجر الحصانه ديت سام تايمز بايت اور كيك بيبول، ليه بتعض وبتضرب الناس؟ بيكوز بيبول وير نوت كايند تو هير، ما كانش طيبين معاها ان ذا باست، في الماضي. واي دي سكوير جوردنز تشيلدرن، ليه اطفاله ستوب فيزيتنج ذا هورسز، ليه؟ They were frightened of Ginger، لأن هم كانوا خايفين منها. Do you think، هل تعتقد أن ميري ليكس وبوزراي كان عندها حق أنها تتصرف بطريقة سيئة with the children؟ why not؟ Yes because the older boys اللي already كبار were not being kind to him، ما كانوش طيبين معاه. وآخر حاجة. Do you think، هل تعتقد أن it was natural، كان من الطبيعي لجينجر to change her bad behavior؟ why؟ Yes because the man was not being kind to his horse، لان الراجل ما كانش طيب معاها. نخش على اسئله اللي تشوز بسرعه ونشوف. It's cold and windy today، when you go outside you should wear، يجب عليك انك تلبس معطف. Space students in our school have visited England. Students the countable noun، يجب قبلها يا فيو يا ميني، لقيت فيو في الاختيارات بمعنى قليل اختارها. The museum space by thousands of tourists every day، لازم نقول المتحف بيتم زيارته، يبقى passive voice ام واز وار التصريف الثالث، يبقى is visited. The students usually stay in a yacht، يبقى hostel، لان بيوت الشباب. Where salt is often used to، هنختار preserve يعني بيحفظ السمك. The teacher asked us to write a description، وصف للزياره للايه؟ للمتحف.
شكرا ليكم، ان شاء الله الحلقه الجايه او الفيديو اللي جاي هنشرح فيه سؤال الري رايت. نورتوا القناه يا جماعه، شكرا ليكم وجود باي.